هنا كيوبان، صورة للجزيء الكيوبان، وهو كان له شكل مثل المكعب، ولهذا السبب هو واحد من الجزيئات المفضلة لدي. أعتقد من اللطيف النظر إليه، يمكن رؤية عند كل زاوية من المكعب أن هناك كربون. إذا هناك 8 كربونات كلية، وهناك أيضا ذرة هيدروجين تخرج من كل كربون هنا للصيغة الجزيئية C8H8، والعديد من الكيميائيين يعتقدون أن هذا الجزيء يمكن صنعه بسبب كمية الجهد العالي للزاوية الموجودة في هذا الجزيء. صنع في عام 1960، واستخدم في عدة مجالات مثل الطب وفي المتفجرات هذه الأيام، لأنه يمكن معالجته بالنيترات وصنع أشياء مثل هبتا نيترو كيوبان، وهو مادة منفجرة. وسننظر ونرى إذا كان من ممكن تسمية الكيوبان باستخدام تسمية الأيوباك في هذا الفيديو. إذا نفكر في البداية في القوانين التي تعلمناها في الفيديوهات السابقة عن تسميات الأيوبايك، وإذا حاولنا إيجاد كم حلقة في النظام يجب عمل قطع وإيجاد كم عدد القطوع اللازمة لإيجاد سلسلة مفتوحة من الألكان. إذا بدأنا من المكعب الأصفر في المكعب الأصفر من هذا هنا على اليسار، سأبدأ قطع الروابط ونرى كم عدد القطوعات للوصول إلى سلسلة مفتوحة من الألكان. على سبيل المثال يمكن البدء بالقطع هنا، لنقل هذا أول قطع، ومن ثم القطع الثاني، يمكن عمل قطع في الخلف هنا وهكذا، وهذا القطع الثاني على الكيوبان، ومن ثم القطع الثالث سأختار هذا هنا. إذا 3 قطوعات إلى الآن، ومن ثم إذا أخذت هذه الرابطة، ومن ثم هذه الرابطة هنا، إذا هذا القطع الرابع والخامس، والآن نحصل على سلسلة مفتوحة من الألكان. إذا احتجنا 5 قطوعات لعمل هذا. إذا هناك 5 حلقات في الكيوبان. إذا هو بنتل سايكلو، هذا ليس واضح بشكل مباشر بالنسبة لي من حيث لماذا هناك 5 حلقات في الكيوبان. إذا لنرسم السايكلو بنتان، لنبدأ تسمية الأيوباك هنا بنتا، آسف بنتا، بنتا سايكلو، وتعني 5 حلقات، ومن ثم نبدأ في الأقواس كما في الفيديو عن البايسايكليك نومنكليتشر، لأنها تسمية الكيوبان ستتظاهر كما لو كنا كان هذا مركب. نعم بايسايكلو، أولا هو البحث عن كربون الجسر، إذا الكربون مشترك بين كلا الحلقتين هنا، وآمل أن هذا واضح. هناك حلقتين وهذا الكربون يصل هاتين الحلقتين، وعند ترقيم البايسايكليك كومباوند نبدأ من عند كربون العبور أو كربون الجسر، ومن ثم نسير في المسار الأطول. أولا سأبدأ عند هذا الكربون وسأسير بأطول مسار وهو هنا، إذا هذا رقم 2، وهذا الكربون رقم 3، وهذا الكربون رقم 4، الكربون 5، والكربون 6، والذي يأخذنا على الطرف الآخر من كربون العبور، ومن ثم نسمي المسار الأطول التالي. إذا سأكمل حوله، وهذا الكربون رقم 7، وهذا الكربون في الخلف هنا هو رقم 8. إذا هذه الكربونات 8 للكيوبان. ومرة أخرى يمكن متابعة التظاهر أنه جزيء باي سايكليك، والشيء التالي الذي سوف نقوم به سأسمي الكربونات في المسار الأطول. إذا عدد الكربونات في المسار الأطول سيكون 1 2 3 4 كربونات، واستثنينا كربون العبور عند عمل هذا. إذا سنبدأ بـ4 هنا وهكذا، ومن ثم نقوم بإحصاء عدد الكربونات في المسار الأطول الثاني. يمكن رؤية المسار الأطول الآخر هنا، هناك ذرتي كربون في المسار الآخر. إذا سأضع 2 هنا هكذا، وأخيرا عند الكربونات بين كربونات العبور أو الجسر، وفي هذا المثال لا يوجد هناك أي كربون بين كربونات العبور، إذا سأضع 0 هنا هكذا. بالطبع الكيوبان هو ليس مركب بايسايكليك، إذا يجب مواصلة ما نقوم به، يجب إيجاد كيفية متابعة تسمية هذا الجزيء. والطريقة لعمل هذا هو أن نفكر كم عدد الكربونات بين الكربون 2 و5. إذا رسمت خط متقطع هنا ويبدو كأننا نصل بين هذا الاثنين هناك، وبالطبع لا يوجد هناك كربونات بين 2 و5، إذا يمكن المتابعة، يمكن جعل هذا 0، ويمكن كتابة 2.5 لنقول لا يوجد هناك كربونات بين 2 و5. يمكن متابعة الآن.
يمكن عمل نفس الشيء بين 3 و 8. إذا وصلنا في الخلف 3 و 8 سيكون هكذا، لا يوجد كربونات بين 3 و 8، إذن يمكن كتابة 0 ومن ثم 3.8. بالطبع يمكن عمل نفس الشيء هنا على اليمين بين 4 و 7، حيث لا يوجد هناك أي كربونات، إذن بين 4 و 7 لا يوجد كربونات، ويمكن كتابة 0.7 هكذا. سأعيد كتابة 7 هنا وانتهينا، 7 وانتهينا من الأقواس. وآخر شيء يجب عمله عند تسمية الكان باي سايكليك مثل هذا هو إيجاد كم عدد الكربونات الكلية لدينا في الجزيء. هنا لدينا 8، إذن هذا أوكتان، إذن يمكن كتابة أوكتان أسفل هنا. للكيوبان هو بنتا سايكلو. لدينا الآن تسمية أيوباك بنتا سايكلو 4200 00 أوكتان مع الأرقام في الأعلى والفواصل. وهناك عدد جزيئات أخرى هي نفس الكيوبان وهي أيضا مثير للاهتمام، ومنها الدودي كي هيدرين. يمكنكم فحص هذا إذا أردتم. نراكم في الفيديو التالي.